السلام عليكم. النهارده هنقل لكم جلسه تداول لايف من على جروب الاشارات، وانا حاولت اشير كل المؤشرات عشان تبقى الدنيا باينه معاكم عشان نفتح الصفقات. اول حاجه صفقه فتحناها على ماكدونالدز، الصفقه صعود، وزي ما انتم شايفين هو الترند صاعد جدا، واستنينا بعد ما المومنتم انتهى وحصل تصحيح وريجكشن من شمعه الهبوط، وفتحنا مع تاني شمعه على طول مع البدايه بتاعه الشمعه، وهنستنى نشوف الصفقة هتبقى نتيجتها ايه. لكن لو انت شايف فهو الترند زي ما هو مظبوط عن اعلى وقمم اعلى، فبالتالي ان شاء الله الدنيا هتبقى ربح. ادي اول صفقة، خلينا نشوف الدنيا التانية. وهنا هو برضو هاخد من على خط الدعم والمقاومة. انا طبعا مش رسم الخط هنا هو عشان اوضح للناس، هو فيه هنا هو خط مقاومة، كل ما بيتغير عندي الترند يوصل هبوط لنقطة معينة بيرجع يرتد تاني. حصلت مرة، حصلت التانية والتالتة على طول اللي انا فتحت من عليها النقطة بتاعت او نقطة الدخول بتاعتي بتاعت الصفقة، وخلينا نشوف نتيجة الصفقة هتوصل لفين. طبعا انا عاملها بموشن سريعة شوية عشان الوقت بتاع الدنيا، وعشان تفهم برضو الجروب بيبقى ماشي ازاي واسباب دخولنا للصفقات. تاني صفقة كانت ربح، خلينا كده نجرب او نشوف هنفتح صفقة تانية، فهندور على ترند واضح او دعم ومقاومة واضحين نقدر ان احنا ندخل منهم في صفقة معينة. هنا فتحنا برضو على الدعم والمقاومة، زي ما انت شايفين الراوند نمبر اللي عندي اللي هو 48800، ده راوند نمبر قوي لانه فيه اصفار كتيرة جدا، فتحنا من عليه او من تحتيه ببساطة الحتة بتاعة المقاومة، وبدأنا على طول مع بداية الخط بتاع المقاومة مع ريجكشن من الشمعة اللي قبل ما ندخل الصفقة، وبالتالي اتحقق عندي كذا حاجة او كذا نموذج للارتداد، وبالتالي قدرت ان انا اربح.